ايوه ازيك يا استاذ مدحت، اهلا بيك يا فندم، مين معايا؟ حضرتك والله البرنامج بتاعك ده جميل جدا. ربنا يعزك، مين معايا؟ طبعا حضرتك يعني سمعت ان انت بتتكلم عن علاقة زوجية. ايوه، في طبعا علاقة زوجية بتبقى مثلا باحترام، ان هو مثلا تناقش معاه باحترام، ده طبعا مش هيعمل مشاكل ما بينهم. وفي مثلا ان هو ممكن يكون فاهمها على حسب مثلا البني ادم اللي فاهم الانسان اللي قدامه، لو مش فاهمين يبقى مش هينفعش مع بعض. انت متجوزة اصلا؟ لا. عندي كام سنة؟ انا عندي 3. كام؟ عندي كام سنة بقول؟ انا؟ انا 15 سنة. طيب يعني انت شايفة ان الجواز ينجح اكتر لما بيكون بينهم وبين بعض احترام، في احترام بينهم؟ هما الاتنين بيحبوا بعض. بيحبوا بعض، الحب لوحده كفاية؟ لا مش كفاية، كمان التفاهم ده معاهم كفاية. التفاهم؟ وإيه تاني؟ التفاهم، ولما مثلا يكونوا فاهمين بعض أكتر. وقلت الاحترام، وقلت احترام. الطفل ده يكون كفاية جدا. وقلت كمان الاحترام. أنت قلت الاحترام. أنا معاك. يبقى الحب والتفاهم وإيه؟ والاحترام. طيب إيه رأيك في التكافؤ كمان؟ تمام كده، يكونوا متكافئين مع بعض. التكافؤ مش شرط الفلوس، يعني مش عشان الناس ما تفهمناش غلط، ما تفهمش مثلا ان هو لازم يكون غني زيها او هي غنيه زيه، مش شرط. لا بص يا مدحت، ما فيش في الحب غنى او فقر. الحب ده لو في حب بجد ما بينهم يبقى ينسى الغنى والفقر ده خالص. يعني انت رومانسيه مش كده؟ اكيد. طب ايه لونك المفضل؟ موجي المفضل؟ اللون مش سامع كويس، معلش ممكن تعلي صوتك؟ بقول لك ايه لونك المفضل؟ لوني المفضل؟ اللي يكون شخص محترم. لا لونك، اللون الكلر، الالوان. الواني بيج. اللون المفضل ليكي البيج، وايه اللون اللي بيشدك؟ اللون اللي بيشدني؟ البامبا. طيب تحب تسمعي ايه معنى اللونين دول؟ بحب اسمع عبد الحليم. لا مش لا انا قصدي انت حابه تسمعي تحليل يعني للونين اللي انت قلتيهم؟ يا ريت، عشان نعرف شخصيتك يعني؟ يا ريت طبعا، انا احب ان انت تشرح لي طبعا عشان يدي مثلا فرصه لكل المتجوزين ان هم يفهموا. طيب بص يا ستي، انت اصلا لما بتكوني متنرفزه ومتعصبه حتى المنطقه اللي عند القلب دي اللي هي بين الصدر، هي دي اللي بتحس انك صدري مقبوض او صدري مقبوض، يعني لما بتحس انك متنرفزه او متعصبه قوي بيحصل لك كده؟ لما بكون متنرفزه او متعصبه بين القلب دي انا انسى حبيبي ولا ايه؟ لا لا مش تنسي حبيبك، انا بقول لك انك انت هل لما بتكوني متعصبه او متضايقه الوجع دايما الانسان بيحس بوجع، يحس بوجع في بطنه، يحس بوجع ناحيه زوره، يحس بصداع. في ناس بتحس ان حبيبي هو اللي يجرحني، احس بجرح في قلبي. بتحسي بجرح في قلبك؟ طيب. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اسمك على فكره ايه. انا اسمي ساره. اهلا بيك يا ساره، انا طبعا انا مبسوط ان انت اتصلت بينا. واسمعيني بقى هقول لك دلوقتي اصحاب اللون البيج والناس اللي هم بيتشدوا للون البينك اللي هي قالت عليه او البامبا زي ما هي قالت. الناس دول يا جماعه بيبقى عندهم زي ما بيقولوا حنية ورومانسية طاغية جدا، ودايما بيغدقوا على الشريك او اللي قدامهم بالحنية وبالرومانسية، فيا بخته اللي هيكون من نصيب هؤلاء الناس سواء اذا كان رجل او ست. عندهم متزنين نفسيا جدا، الناس دايما متزنة في الاحساس بتاعها وفي نفسها. هم عادة بيستمتعوا بالحياة، تحس ان هم متفائلين، عندهم تفاؤل، وكمان بيبقوا عندهم مشاكل في الدورة الدموية. دايما تلاقيهم ايه عقلنا لما بيقلب، ان هؤلاء الناس بيبقوا عصبيين جدا، وهم من الناس المحبة جدا للآخرين، يعني تلاقيهم مفرطين في الحب للآخر لدرجة ان هم بيكونوا حساسين قوي. ليه؟ لانه بيدي جامد، فهو كمان بيبقى عنده انتظار لان هو كمان ياخد او ان اللي قدامه يحس بيه. كمان بتلاقيه مخلص، من الناس المخلصة جدا، يعني انت يا سارة من الناس المخلصين اللي عندهم كمان عندك نفسيتك تحس دايما انها في حالة اثارة دايما، ودايما باحثة عن المتعة، يعني انت مش نكدية، ما تقلش عليكي انك انسانة نكدية. كمان الناس اللي هم عندهم اللون البيج بيبقوا بيحبوا الطبيعة قوي،
بيحبوا بره ما بيحبوش جوه، يعني دايما تلاقيهم بيحبوا يطلعوا بيحبوا يخرجوا، لو في رياضه بيحبوا يمارسوا الرياضه، لكن ما بيحبوش دايما اللي هي الخنقه بتاعت البيت، ولو قعدوا فتره طويله جدا محبوسين تحس ان هم زي كانهم عيانين كده، لو قعد جوه البيت كتير يمرض. بيحبوا التمشيه قوي، بساط جدا، بيفكروا بطريقه بسيطه جدا، وبيغضبوا كمان، بيغضبوا من الاخرين، ولكن بيبقى المده محدوده، يعني مش من الناس اللي هي القماصه ما بيتقمصوش، كلمه بتصالحهم او كلمه، ده الكلام ده عليك يا ساره لغايه دلوقتي. هم جود لافرز، يعني من الناس المحبين جدا، ومقصود بيها جود لافرز على المستويين، على المستوى العاطفي وعلى المستوى الجسدي، يعني هم محبين للعمليه الحميميه، العلاقه الحميميه يكونوا مستمتعين بيها جدا، وكذلك هم محبين اي لافرز او عاطفيين جدا، اللي هم زي ما قلنا قبل كده ان هم ناس عاطفيين، كمان بيحبوا المغامره، هم ناس مغامرين بطبيعتهم، وبنقدر نقول في الاخر بيشكروا ربنا على كل حاجه، يعني هم دايما راضيين ورزقهم واسع، يعني بقول دايما الناس دي رزقها واسع، انت رزقك واسع يا ساره، ربنا يزوده كمان وكمان. معانا اتصال تليفوني، الو الو، يا ريت اللي معانا يعني يسمعنا من التليفون مش التلفزيون لو سمحت. مين معايا؟ فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو، ايوه مين معايا؟ ايوه انا. انت مين؟ ايوه ايوه يا فندم، مين معايا؟ أنا مدام منى. اللي كنت معانا من شوية؟ أنا مدام منى. اللي كلمتيني من شوية؟ لا. طيب يا مدام منى اتفضلي، احنا سامعينك. أيوه حضرتك، أنا كنت عايزة أقول لك على حاجة. اتفضلي. أنا كنت عايشة يعني قاعدة مع جوزي وكده، وكنت بشتغل ومخلفة منه 4 عيال. معايا؟ أيوه. وهو يعني كان بيعاملني معاملة مش حلوة شوية، بس أنا كنت بحبه وكل حاجة، بس هو يعني هو ما كانش كان كل حاجة يطردنا من قلب الذكر والعيال ويطيحنا، فهو جه جيت أنا في يوم يعني جيت انا سبته يعني زعل معايا وكده، فانا سبته ومشيت. مشيت انا والعيال ولادي يعني. ايوه. فجيت تاني يوم هو حصلت له زي ازمه كده وتعب وتوفى. وانا مش في البيت. بس انا ساعتها بقى قعدت انس في نفسي ويعني زعلت من نفسي ان انا سبته وكده، وبعدين هو كان قاسي علينا وكان بيتحني انا وعيالي على طول من البيت، وانا بشتغل وكده وكنت بشتغل وكل حاجه وما كنتش مقصره معاه في حاجه، بس انا دلوقتي اللي معذبني ان انا يعني زعلانه عشان هو توفى وانا ما حضرتش وفاته، يعني مقلق نفسي عشان انا ما حضرتش وفاه وكده ومشيت زعلانه وما حضرتش ان هو في اليوم اللي هو توفى فيه، ما كنتش اعرف دي حاجه بتاعت ربنا. فانا دلوقتي يعني مش عارفه اعمل ايه. حاضر. بخاري الله يا منى، وهرد عليك حالا. دلوقتي معانا اتصال تليفوني تاني. الو الو الو. ايوه سامعني؟ مين معايا؟ الو؟ واضح ان في مشكله. عموما يا منى القضاء والقدر ده باذن يعني باذن الله سبحانه وتعالى، وقدر الله ما شاء فعل، ودي دي دي ده عمره، ولكن طبعا انا مقدر جدا احساسك بالندم لانك انت ما كنتيش جنبه في مثل هذه اللحظه، ولكن دي اقدار، واللي عليك دلوقتي انك تحسني تربيه اولادك وتحاولي تربي فيهم الحته دي، انك انت لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، وهشرح لك اكتر، بس هنطلع دلوقتي نسمع جنات خيط رفيع او خيط ضعيف. ضعيف صح يا محمد؟ ضعيف، خيط ضعيف من جنات، ونرجع نكمل كلامنا لمنى والسارة اللي كلمتنا قبلها. اتكلم معانا تحت، اتكلم معانا تحت. اتصل بينا في الفاصل حماده، بس الخط قطع، فبطلب منه انه يرجع يكلمنا تاني، احنا سيبناه شويه على الويتنج. معلش. كمان جالنا رسائل كتير جدا بالنسبه للالوان،
بس في تليفون في مسج جايالي واحده بتقول لي سين دكتور مدحت انا مخطوبه بس دايما في مشاكل ودايما بحب اقعد لوحدي رغم ان في ناس كتير جنبي وعلى طول حزينه. اوكي هجاوبك حالا دلوقتي. كمان معنا اتصال يا محمد؟ معنا اتصال. الو؟ الو ايوه دكتور مدحت انا سين اللي كلمت حضرتك من شويه. اهلا، اول اتصال معانا كان سين، اهلا بيكي. ايوه اهلا. اللي انت كنت عايزه تخلي جوزك يتجوز عليكي. انا كنت عايزه اقول لحضرتك يعني السبب برضو في عدم التوافق اللي بيننا ان هو يعني بيحب اهله قوي، بيحبهم قوي قوي يعني بطريقه فظيعه. يعني بيحب ان هو لما هم يكونوا موجودين وانا معاهم ممكن مثلا يقول لي كلمه مش كويسه، يديني اوامر على طول، ممكن يعني ممكن يقول كلام مش كويس ابقى متضايق انا، لكن ما يحسش فيا ابدا، ما يعمليش تقدير كده يعني. انت بتقولي مفيش تقدير، يعني بصي انا عايزك تسمعي الحلقه دي كويس قوي اصلا، يعني تركزي لان انا هقول لك شويه نصايح دلوقتي وفي الاخر اتابع الحلقه بس اخد اخرها هقول لك على ليكي ولكل اللي بيسمعونا ازاي ان يعني يا جماعه الحاجات التي تسعد البني ادم لا تكلف الماده بتاتا. الابتسامه مش عايزه فلوس، مش عايزه مجهود، مش عايزه تخطيط. النوم اكتر حاجه بتسعدنا، الواحد لما ينام كويس نام كويس بيقوم مرتاح كويس. الاحتواء والطبطبه، لما طبطب على ابني او اخده في حضني، لما حد بيطبطب عليا. طب ما هو ده مش موجود عندي. ما انا بقى بص بص بعدين لو انا قلت الكلام ده اي حد هيقول لي او هو نفسه هيقول لي انا بتعب وبس او الضغوط عليا كتير كده عشان اقلل المستقبل. هو الظروف، هو كلمه الظروف. ايوه وتامين المستقبل هو ده الكلمه الشهيره. طب هقول لك على حاجه، انت تسمعيني ركزي معايا في الحلقه ديت، انا حالا دلوقتي هرد عليكي لكن انا مش عايزك تركزي في النيجاتيف بس او في السلبي، لا انا عايزك تفكري معايا كده وتفكري في كل اللي انا هقوله وتشوفي بالاخر في الاخر خالص هل فعلا اللي هما بيقولوه صح، ان مفيش وقت والكلام ده كلام رومانسي والناس دي مش عايشه في وادي وانا في وادي تاني، فاهم قصدي؟ كل الكلام اللي بيتقال عن فكره السعاده وفكره ان انا اوصل ليها بابسط الطرق او باسهلها. انا هقول لك حالا انا مش هوصل لها. لا انت متهيألك، انت متهيألك. انا بخاف منه، انا بخاف منه وخلاص مش بحبه وهو كانه بيحبنيش. طيب اسمع اللي انا هقوله لك دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى لما قال سيدنا ادم بيقول له ايه في ايه في الايه الكريمه، قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك ايه؟ قال لك اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى. الهدى هنا اللي ربنا قال لو تبعتوا هدايا مش هخاف عليكم وهتخافوا على نفسكم ولا عمرك هتحزني. طيب السؤال بقى يجي يقول لك ايه؟ طب انا معنى كده ان انا اطيع النفس ولا اخالف النفس؟ انا طريق اصح طالما ان انا النهارده اتبع هدى، الهدى دوت اللي هو الهدى النفس، يعني النفس تامرني بالهدى دايما، النفس دايما اماره بالسوء احنا عارفين. فاذا النهارده لما تيجي تقولي ان انا هتبع طريق نفسي، نفسي بتقول لي ايه؟ عمرك ما هتشوف السعاده، هتشوف السعاده ازاي وجوزك عامل فيكي كده، وجوزك على طول مش عارف عامل ازاي، ويفضل يسود لك الدنيا والحياه. لكن الطبيعي بقى ان انا اعمل ايه؟ ان انا اخالف النفس. طيب سيدنا ادم لما قطع الشيطان اللي هي النفس بقى اللي هي النفس اللي امرته بالسوء عمل ايه؟ حزن وخاف وطل واصبح تعيس، اللي هي التعاسه اللي احنا موجودين فيها لغايه دلوقتي، لان احنا خرجنا لدار الشقاء اللي هي دار الارض بعد ما كنا موجودين في دار البقاء. وده نتيجة ليه؟ نتيجة ان ادم ابونا ادم اطاع النفس التي امرته بالسوء وخلته اقترب من الشجرة اللي نهي عن الاقتراب منها. قصد كلامي برضه هبسطهولك عشان ايه؟ ما تفكريش ان احنا بنقول كلام كبير عن الدماغ. يقول لك ايه برضه ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيقول لك ايه؟ بيقول لك ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون، صدق الله العظيم. ايه بقى الانفاق اللي هو ربنا بيقول لنا عليه؟ العفو. طب ايه علاقه العفو بالسعاده يا دكتور او بالتصالح مع النفس؟ احنا قلنا قبل كده في حلقه السعاده قلنا ان العفو هيكون هو المفتاح الرئيسي ان انا اقول للبني ادم اللي قدامي روح الله يسامحك انا مش زعلان منك. ده اول حاجه هتخليني اعمل ايه؟ ان انا ارضى.
مخليني ايه؟ ده يحصل على طول من جانب واحد من لا. جانبي انا؟ لا يعني لدرجة ان هو قالها لي صراحة انا عايش معاكي عشان العيال اكثر من مرة وقدامك. عارفة تقولي له ايه؟ تقولي له الله يكرمك، ربنا يكرمك ان شاء الله عشان تربي عيالنا، يا ريت يكون ده هدفك ان احنا نربي عيالنا على اكمل وجه. خليه يستغرب، خليه يحس ان هو ده جزء رئيسي جدا من هدفك في الحياة.